السينما المصرية مؤخرا تعاني بشكل كبير جدا نتيجة يعني قلة التكلفة الإنتاجية، عدم وجود دعم الدولة كما كان قديما. يعني يمكن كان موجود عندنا في الخمسينات والستينات مؤسسة الدولة، مؤسسة السينما اللي هي تنتج وتساعد في الإنتاج، وقدمت قائمة طويلة من الأفلام المهمة اللي هي موجودة حتى الآن في أي استبيان أو أي استفتاء بيتم اختيارها أحسن الأفلام. مراحل مرت كتير بها السينما المصرية، لكن مؤخرا مع الأسف يعني قلة الإنتاج ليس فقط وحتى القيمة الفنية. عندنا مواهب كتير جدا سواء في الإخراج أو في الكتابة أو حتى في التمثيل، لكن عدد الأفلام أصبح أقل، القيمة الفنية أقل، إلا ما رحم ربي. يعني في برضو يعني أفلام لا يمكن إن إحنا نتجاهلها، وفي أسماء يعني بدأت تظهر. يعني حتى مؤخرا في فيلم عرض مؤخرا اسمه الهوى سلطان للمخرجة هبة يسري، يعني من الأفلام يعني اللي بتجتهد وبتحاول إنها توجد على الساحة. السينما المصرية تحتاج مؤخرا يعني من يشفق عليها، من يربت على كتفها، خصوصا إنها تعاني ليس فقط من قلة الإنتاج ولكن أيضا من الرقابة المشددة جدا على موضوعات، حتى إنه في الزمن القديم في الخمسينات والستينات كان في موضوعات أجرأ بكثير مما يمكن أن يطرح الآن. الرقابة يعني تريد فقط إنه أفلام كوميدية، أفلام أكشن، ودون عمق إنساني أو درامي. نتمنى إنه يعني هذا الأمر يختلف في المراحل المقبلة، بالإضافة إنه مصر الحقيقة يعني لو نظرنا إلى الخريطة المصرية فكل حدودها مشتعلة بالحروب وبالأزمات السياسية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وهذا بالفعل أثر على المستوى الاقتصادي أو الحال الاقتصادي ومنه حال الإنتاج في السينما المصرية. نوعية الأفلام اللي بتقدم غالبا في السينما المصرية واللي هي عليها يعني سبوت كبير جدا هي الأفلام الكوميدية. هو عموما الشعب المصري النزعة الكوميدية عنده عالية جدا، لأنه كمان من خلالها بيعبر عن رأيه حتى لو في موضوع سياسي أو اجتماعي أو قضية، فبيلجأ إلى النكتة. يعني حتى يقولوا المصريين شعب ابن نكتة. النزعة الكوميدية دي زادت منذ العام 97 لما قدمت محمد هنيدي ورفاقه، طبعا كانوا ساعتها نجوم أو ممثلين شبان، هم الوضع اختلف دلوقتي وأصبحوا نجوم كبار وكبار في العمر أيضا. نادر إنك تلاقي تجربة فنية حقيقية لكن موجود يعني بقدر الإمكان. الأفلام اللي موجودة بتحاول تعبر عن الواقع المصري سواء من الكوميديا أو في الأكشن أو الموضوعات الاجتماعية المتاحة. يعني مؤخرا بنشوف منى زكي اللي هي بتشتغل على نفسها بشكل كبير جدا في الرحله 404، الفيلم اللي كان له اسم تاني القاهره مكه، وكانت الرقابه بترفضه فغيروا العنوان وتم تضبيط الفيلم بحيث انه تم عرضه، وكمان مثل مصر في اوسكار، في قائمه الاوسكار احسن فيلم اجنبي اللي هي بتشارك كل عام. ده جزء مهم جدا. في أفلام تانية الحقيقة يعني زي وداعا جوليا، هو فيلم سوداني لكن برضو في جزء مصري. في أفلام تانية مؤخرا في الأفلام الوثائقية تحديدا والأفلام القصيرة، فبنشوف رفعت عيني للسماء. رفعت عيني للسماء كان في مهرجان الجونة مؤخرا، وقبل الجونة كان في مهرجان كان. يعني السينما الوثائقية المصرية أصبح لها حضور مختلف. يمكن إحنا شفنا قبل كده أفلام مثلت مصر وثائقيا زي فيلم ريش
أو روائي بس تجريبي إذا جاز التعبير، ريش لعمر زهيري، شفنا يوم الدين لأبو بكر الشوقي، تجارب جديدة ومختلفة بتمثل السينما المصرية وبتاخد اتجاهات تانية مغيرة تماما للاتجاه التجاري أو الأفلام اللي هي موجودة الكوميدية. في نقطة مهمة لابد ننتبه ليها وهي الانتاج السعودي، يعني احنا شفنا اولاد رزق الجزء الجديد مثلا، كل الكاست مصري والموضوع بيكمل جزء سابق مصري لكن التصوير كله في الرياض، فهنا برضو تأثير الانتاج السعودي على السينما المصرية أصبح كبير جدا، لأنه هو بيوجه السينما المصرية التجارية إلى النوع زي ما أنا أسلفت، وهو النوع الكوميدي والأكشن، وده اللي هو عادة الجمهور سواء في العربي أو المصري بيلجأ إليه، لأنه هم بيلجأوا للكوميديا، عنده ضغوط كتير جدا وهو بيبحث عن ملجأ للضحك أو ملجأ للهروب من وقعه القاسي والأليم. خلينا نتفق أنه النقد السينمائي طبعا مهم جدا، وأنه حضوره على اعتبار أنه هو بيوجه وبيقيم العمل الفني، هو لا يقصد أنه يهدم العمل الفني أو يهدم أي تجربة، وإنما فقط أنه هو لتقييمها وتوجيه صناع الأفلام للجودة. وإن كان يعني، وده موجود على مدار التاريخ على فكرة، إنه نجد إنه ناس يمتهنون النقد بدون دراسة، وإنهم يهتمون بالأخبار الشخصية أكتر من الكلام أو عن جودة العمل ومن عدم جودته، وإنه كتير من النجوم يغضبون من النقد، وده برضو على مدار التاريخ موجود، بس هذا لا يعني أبدا أن احنا نقتل النقد، وإنما علينا أنه احنا يعني ننهض بالنقد. هناك تجربة مؤخرا يعني أحياها، وهي مؤتمر النقد اللي بتقيمه للعام التالي المملكة العربية السعودية، وفي بتبقى مشاركة من نقاد على مستوى العالم العربي والغربي، ده مهم جدا ان احنا نلتقي، ان يبقى في ملتقى نتقابل فيه نناقش القضايا النقدية ويعني وكيفية النهوض اكتر بالسينما العربية. يعني انا شايفة تحية كبيرة لملتقى النقد، واللي هو انا بتمنى ان هو يتعمم على العالم العربي كله، انه يكون هناك دائما لقاءات مشتركة للنهوض بالسينما العربية، وأنا من خلال النقطة دي بالذات بقدم تحية للراحل الكبير الناقد العظيم نور الدين الصايل، لأن نور الدين الصايل عنده تجربة مهمة جدا في المغرب، وهي تجربة نوادي السينما اللي هي قربت السينما من الجمهور المغربي وصنعت جسر تواصل ما بين المغرب وبين المشرق وخصوصا مصر، لأنه نور الدين الصايل الله يرحمه كان الحقيقة قدم السينما المصرية الحديثة للجمهور المغربي وصناعها بقى، سواء كان محمد خان، داود عبد السيد، عاطف الطيب، خيري بشارة، كل التجارب دي اللي قدمها نور الدين الصايل للجمهور المغربي، وصنع نوع من التواصل المهم جدا ما بين السينما المصرية أو الحضور المصري في العالم المغربي. الحقيقة التجربة دي بتخليني دايما، يعني أنا من وقت ما اشتغلت صحافة واشتغلت في عالم النقد والكتابة السينمائية دايما أنادي بضرورة عرض الفيلم المغربي على التلفزيون المصري أو في دور العرض المصرية، لم يتحقق ده على الإطلاق إلا من خلال شاشة المهرجانات المصرية أو تجارب قليلة جدا من خلال سينما زاوية اللي تقيمها أو اللي قدمتها المخرجة مريان خوري. لكن الحقيقة يعني نتمنى أنه مع يعني التطور
التكنولوجي وزيادة المنصات، إن يكون هناك فرص لعرض الفيلم المغربي، لأن ده حتى يكسر ويحطم حاجز اللهجة اللي إحنا دايما كان بنعاني منها أو بيعاني منها جمهور المشرق حتى يفهم اللهجة المغربية. تصور إنه مع زيادة العرض والزن على الودان كده إنه حيتحطم هذا الحاجز بسهولة. وأتصور أيضا إنه هو حصل بشكل ما من خلال حتى برامج الصغيرة، الفيديوهات الشعبية اللي بتتعمل على التيك توك، فده يعني خلى إنه حاجز اللغة ما بقاش مشكلة كبيرة قوي كما كان في الزمان القديم عند الجمهور المصري. السينما عموما يعني صناعة السينما فيها جزء تجاري، يعني ده مهم زي ما هي فيها جزء فني كبير، لكن أيضا في جزء تجاري. وخلينا نتفق إنه لولا الجزء التجاري ما كناش كنا لن نحب السينما. يعني السينما المصرية مثلا هي ابنة برة للسينما هوليود، في إيقاعها، في اختيارها للأبطال، للموضوعات. وإن السينما التجارية الأمريكية أو الهندية اللي هم يعني الأشهر في عالمنا، التجاري لا يعيب إطلاقا السينما، بالعكس هو حضوره مهم جدا حتى تتواصل صناعة السينما، حتى لا تنتهي صناعة السينما. مؤخرا إنه نجوم التيك توكر أو اليوتيوبرز أو غيرهم إنه يلجأ لهم بعض صناع الأفلام، أنا أتصور إنه ليس عيبا، بشرط إنه يتم تدريبهم جيدا، لأنه لابد يكون في ممثل جيد يقدر يكون أداؤه صادق، يقدر يوصل لي الشخصية. على فكرة إحنا أفلامنا القديمة أغلبها أو كتير منها استعانوا بممثلين كانوا على الإطلاق مش ممثلين. مغربية من السينمات المهمة جدا في عالمنا العربي، رغم أنها بدأت مؤخرا، قصدي بدأت متأخرة في الخمسينيات، لكن هي قدمت تجارب مهمة جدا على مدار تاريخها. من خلالها عرفنا طبيعة وحال المجتمع المغربي المتنوع، سواء في جبال الأطلس أو في كازابلانكا أو في يعني السويرة. يعني شفنا تجارب مهمة جدا عرفنا فيها أن المجتمع المغربي ليس على وتيرة واحدة، وإنما هو مجتمع فسيفسائي متكامل. كمان التباين زي ما أنا قلت ما بين المجتمع الإسلامي والعربي، والتباين الطبقي ما بين الأغنياء وما بين الفقراء، كل ده عرفناه من خلال السينما المغربية. يمكن حديثا ومعاصرا بنشوف أفلام جريئة لنرجس نجار أو ليلى مراكشي أو نبيل عيوش أو مريم توزاني. يعني أنا مش عايزة أنسى أسماء، لكن خريطة السينما الحقيقة أو أسماء طبعا يعني أسماء المدير اللي هي يعني محققة حضور دولي من خلال أفلامها، حضور دولي كبير جدا. فكل ده يعني في تطور في الكم وفي الكيف وفي الجرأة حاصل في السينما المغربية، أعطتها طبيعة خاصة وحضور خاص يعني على خريطة السينما العربية. عندي في رصيدي حوالي 15 كتاب، منهم رواية ومجموعة قصصية، وال13 كتاب لهم علاقة بالسينما، سواء ظواهر في السينما وقضايا أو عن شخصيات. من الكتب الحقيقة اللي أنا في رصيدي بحبهم جدا كتابي عن الأستاذ عمر الشريف. كتابي عن عمر الشريف الحقيقة أنا حللت شخصية عمر الشريف من خلال البيئة والمجتمع اللي هو تربى فيه، وإزاي أصبح فنان، وإزاي أفلامه بتعبر عن الحال المصري والعربي من خلال وقائع كتير جدا. وكان يعني بالصدفة إن آخر أفلام عمر الشريف هو فيلم روك القصبة لليلى مراكشي، هو الفيلم المغربي، وده كان آخر أفلام الأستاذ عمر، وده يعني حقيقة قدمت تحليل كافي في خلال الكتاب.
تاني وهو عن الفنانة سامية جمال. وسامية جمال يعني هي تعبتني وأرهقتني جدا في إن أنا في البحث عن أصولها فاكتشفت إن لها أصل مغربي، لأنه كان أيام زمان المغاربة يذهبون إلى الحج فيرتاحون قليلا في مصر، فممكن لا يرجعون إلى المغرب مرة ثانية أو بيقعدوا كام سنة. فكان الجد لسامية جمال جدها الأمها من هؤلاء الحجاج اللي استقر في بني سويف في بداية الجنوب أو الصعيد المصري، وزوج ابنته اللي هي أنجبت الفنانة سامية جمال، ثم عاد إلى المغرب وانقطعت الصلة بينهم، لكن ظل هذا الجزء موجود عند الفنانة سامية جمال. الحياة تتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وإنه هي كانت قدرت إنها تحط نفسها على خريطة السينما والفن المصري. كانت زوجة للفنان الكبير رشدي أباظة اللي هو يعني فارس أحلام جيله والأجيال التالية حتى الآن، ولها رصيد هائل جدا. أيضا كنت محظوظة جدا إني أكتب تقديم لكتاب مهم جدا للأستاذ حسن رايس، وهو المرأة في السينما المغربية، وهذا من الكتب المهمة جدا اللي رصدت الأفلام المغربية التي سواء كانت تحدثت عن المرأة أو كان لمخرجات مغربيات. كنت محظوظة أيضا أني كتبت تقديم لرواية الصديق والكاتب والمخرج والفنان إدريس الرخ. أنا حريصة في أن في كل احتفال ان انا ارتدي الوشاح الفلسطيني، خصوصا مؤخرا وخصوصا مع بدء طوفان الاقصى وما حدث من اباده متوحشه وجرائم صهيونيه تحاول ان تبيد الشعب الفلسطيني في غزه، وحتى انهم تطور الامر الى لبنان. بالتالي حرصي يعني انا حريصه طول العمر، لكن زين في السنوات الأخيرة وفي الشهور الأخيرة، لأنه لابد أن نؤكد أن قضيتنا العربية الكبيرة والأهم هي القضية العربية في فلسطين، هي التي تخص الفلسطينيين وحدهم، تخصنا أيضا بدليل ما حدث في هولندا من الأشقاء المغاربة وما فعلوا. حقيقة تحية كبيرة لكل مغربي لم ينسى إطلاقا القضية الفلسطينية، في كل مرة أقابل مغربي سواء داخل المغرب الحبيب أو خارجه يبهرني بإيمانه ومعتقده بالقضية العربية الفلسطينية. هذا الوشاح الذي أرتديه له قصة، أنه صنع يدوي لصديقتي وهي فلسطينية تنتمي إلى بيت لحم ويافا وتعيش معنا في مصر، وبدأت مشروعها بأنها يعني تصنع الأشياء وبصالح ما تبيعه لغزة وأبناء غزة. عندي قصة الحقيقة مع الوشاح الفلسطيني، أن يعني أبو الطيب رئيس القوات السبعتاشر أيام أبو عمار أعطاني مرة هدية وشاح أبو عمار نفسه، وله يعني في ركن خاص في منزلي كده أحتفظ بهذا الوشاح وأطمئن عليه كل دقيقة وأنا في المنزل.